ما كفارة من حلف على المصحف على ترك معصية ثم عاد إليها؟ الجواب: عليه كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ومقدار الإطعام للمسكين الواحد 1.5 كيلو من البر أو من الأرز أو من التمر أو من الشعير، يعني يكون من قوت البلد. وبالله